في نسختها العاشرة هذا العام، أعلن مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي التي تعد إحدى مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية عن أسماء 27 فائزا بالجائزة الأكبر من حيث القيمة، والتي تعد الأولى من نوعها للإبداع في العمل الرياضي. قائمة الفائزين هذا العام احتوت على 5 مصريين، تصدرهم النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وتضمنت القائمة أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث ومنتخب مصر للسكواش رجال بعد فوزه ببطولة العالم في فرنسا العام الماضي، ومحمد إيهاب بطل رفع الأثقال، ونادي عبد الحميد مدربة الملاكمة. ومن المقرر تكريم الفائزين في الحفل السنوي للجائزة في 9 يناير المقبل. تأسست الجائزة عام 2009 حين أعلن الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي عن رغبته في وجود جائزة قيمة كتقدير للمبدعين الرياضيين بما يليق بأعمالهم، فضلا عن دعم الجهود الهادفة إلى تنمية وتطوير القطاع الرياضي في شتى المجالات والنهوض به إلى مستويات عالمية. جاءت النسخة الأولى للجائزة مقتصرة على المستويين المحلي والعربي، وفي العام 2012 جاءت النسخة الرابعة للجائزة لتكون منبرا لتكريم أصحاب الإبداعات الرياضية سواء كانوا محليين أو من مختلف دول العالم، حتى تم اختيار الجائزة في عام 2015 ضمن إحدى مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية لدعم ونشر المعرفة واستشراف المستقبل والريادة ولتمكين المجتمع والمساهمة في التنمية الإنسانية المستدامة، حتى أصبحت الجائزة هذا العام محط أنظار العالم كنموذج للتفوق الرياضي.